والافتخار بها. ننادي بكل فخر على أولى السيدات المكرمات أستاذة رابحة الحروم وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية المحمدية، يكرمها السيد رئيس المحكمة. معنا اليوم احتفالات خاصة باليوم العالمي للمرأة التي شهدت رحاب هذه المحكمة والتي حضرها تلة من الحقوقيين والسياسيين والهامات القضائية بهذه المحكمة. كما تعلمون وفي إطار انفتاح المحكمة على محيطها قررنا الاحتفاء بعدد من وتكريم عدد من القاضيات والموظفات والمحاميات والناسخات والمفوضات القضائيات والعدلات. قررنا كذلك في إطار الانفتاح تكريم قائدة تابعة لعمالة المحمدية وعميدة الشرطة تابعة للمنطقة الأمنية بالمحمدية ورقيب أول الدرك الملكي تابع لسرية الدرك الملكي المحمدية. كما قلت لكم كل هذا في إطار الانفتاح المحكمة على محيطها وفي إطار الاحتفاء بالمرأة وبالأدوار الجليلة والطلائع التي تلعبها. فبهذه المناسبة السعيدة أتمنى للمرأة المغربية وللمرأة القاضية وللمرأة الموظفة وللمرأة كاتبة الضبط والمحامية وجميع العاملات في منظومة العدالة، أتمنى لهم السعادة والنجاح ومزيد من الحقوق والمكتسبات. كل عام وأنتن بألف خير، كل عام وأنتن للنجاح المحققات، كل عام وأنتن في مكتسبات تلو المكتسبات. أتمنى من كل قلبي للمرأة المغربية التألق والريادة، وشكرا.